مشاهدينا موجز لأهم الأخبار مع لاميا. شكرا لك شاذلي. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا مناطق عدة في قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال استهدفت بالمدفعية شارع السكة شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة وبيت حانون شمال القطاع. كما أطلقت قوات الاحتلال النيرانية بشكل مكثف صوب الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس جنوب القطاع. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي برا وبحرا وجوا، ما أدى لاستشهاد أكثر من 33,000 فلسطيني أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75,750 آخرين في حصيلة غير نهائية. قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم إيراني محتمل يستهدف أصولا إسرائيلية أو أمريكية في المنطقة ردا على قصف إسرائيلي على السفارة الإيرانية في سوريا. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن المسؤول الأمريكي أفاد باحتمال وقوع هجوم في الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن واشنطن في حالة يقظة عالية. يأتي ذلك بعد أن قصفت طائرات حربية إسرائيلية السفارة الإيرانية في دمشق في غارة أدت إلى مقتل قائد عسكري إيراني. قال حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية إيفان فيدروف إن روسيا أطلقت 5 صواريخ على المدينة بجنوب البلاد، ما أدى إلى مقتل 4 على الأقل وإصابة 20 وإلحاق أضرار بعدة مباني سكنية ومنشآت صناعية. من جانبه أعلن حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية أن روسيا نفذت هجوما جديدا على خاركيف ثاني كبرى المدن الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل مدنيين 2 وإصابة 7. أعلنت السلطات الإسرائيلية إنقاذ 152 شخصا من المياه أو من مياه الفيضانات في ولاية نيو ساوث ويلز شرقي البلاد، بعد أن طالبت السكان في وقت سابق باللجوء إلى مناطق مرتفعة بسبب غزارة الأمطار. وأضافت السلطات أنه تم تنفيذ 72 عملية إنقاذ في سيدني عاصمة نيو ساوث ويلز. وقالت خدمة الطوارئ بولاية نيو ساوث ويلز أنه تم إصدار حوالي 15 أمر إخلاء طارئ على مستوى الولاية. من جانبه قال كريس مينز رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز إن مستويات الفيضانات في بعض الأنهار خاصة في غرب سيدني مستمرة في الارتفاع. رياضيا، فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره سيمبا التنزانية بهدفين نظيفين في لقاء أقيم على ملعب استاد القاهرة في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ليتأهل إلى الدور نصف النهائي. وجاء هدف الأهلي الأول في الدقيقة 48 عن طريق عمرو السلية، ثم سجل محمود عبد المنعم كهرباء الهدف الثاني من ركلة جزاء ليكرر الفريق الأحمر تفوقه بعد نتيجة الذهاب 1-0 ليكون مجموع المباريتين 3-0. وتأهل فريق الأهلي لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة 20 تاريخيا والخامس على التوالي، ليواصل الفريق الأحمر مشواره القاري. ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الفائز من مباراة بيترو أتلتيكو الأنغولية أو مازيمبي الكونغولية والمقرر لها مساء اليوم. توج الفريق الأول لكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز للموسم المحلي 2023-2024، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3-0 في اللقاء الثاني بالدور النهائي من نظام البلاي أوف 3. كان النادي الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الأولى التي أقيمت الأربعاء الماضي بنتيجة 3-0 قبل أن يفوز ويتوج باللقب بنتيجة 2-0 بمجموع المباريتين.